السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية وإلى منهج اللغات العربية، هيا بنا نتعلم. أبنائي الصغار وبناتي الصغيرات الأذكياء والذكيات، وصلنا إلى الوحدة الحادية عشرة تحديداً، الدرس الثالث في الوحدة الحادية عشرة، وهذا الدرس سنتعرف فيه على الكثير وسنتعلم حرف جديد. هذا الدرس هو بعنوان الغراب الصغير. الغراب الصغير، انظروا إلى الدرس وإلى العنوان، هيا بنا. الغراب الصغير، كل الحروف بالنسبة لنا صارت مألوفة، بقي حرف واحد علينا أن نتعلمه وهو حرف الغين، رغم أنه يشبه أحد الحروف السابقة. هذا حرف الغين بهذا الشكل، انظروا، هذا حرف الغين يشبه كثيرا حرف العين. نعم أحسنتم، يشبه حرف العين، إلا أن حرف الغين يمتلك نقطة فوق الحرف. إذن لن نتعلم شيء جديد تماماً، نحن نعرف كيف نكتب حرف العين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، هكذا أيضاً حرف الغين يكتب بنفس الطريقة. دعونا ندخل إلى النص ونقرأ الدرس ثم نشاهد ونستخرج حروف الغين ونلاحظ كيف نكتبها، هيا بنا. وقف غالب أمام النافذة، فرأى غربانا تحوم، فرأى غربانا تحوم حول غراب صغير سقط في بركة ماء، سقط في بركة ماء، وكلما أراد الخروج من الماء غطس فيه. مسكين هذا الغراب. أسرع غالب إلى البركة وراح يغوص نحو الغراب. عالج غالب الغراب بالطبع بعد أن أنقذه، وقبل أن تغرب الشمس أطلقه في السماء، وقبل أن تغرب الشمس أطلقه في السماء. نعم، هذه هي قصة اليوم. من الجميل جدا أن نساعد بعضنا بعضا وأن نساعد الحيوانات كذلك، لأنها لا حول لها ولا قوة، لا تستطيع أن تساعد نفسها كثيرا، ونحن إن استطعنا فعل ذلك لا نتردد أبدا في مساعدة الحيوانات التي تحتاج إلى مساعدتنا. فالرفق بالحيوان أمر جميل للغاية ويحبه الله كثيرا. انظروا إلى حرف الغين في أول الكلمة، غالب جاء في أول الكلمة فيكتب بهذا الشكل، هذا هو حرف الغين. عندما يتصل بحروف أخرى يتخلى عن جزء منه ويمد يدا ليتصل بالحروف الأخرى، هذا هو حرف الغين. انظروا جيدا كيف سنقرأ حرف الغين المفتوح مع ألف المد، غالب، غالب، أحسنتم. غربانا وغربان هي جمع غراب، غراب واحد، غربان أكثر من غراب. انظروا إلى حرف الغين المكسور، غي، غربانا، غربانا. ماذا عن حرف الغين المضموم؟ كيف سنقرأه؟ غو، غو، غراب، أحسنتم. هنا حرف الغين جاء في وسط الكلمة، انظروا كيف تغير، مثل حرف العين تماما عندما يأتي في وسط الكلمة. هذا حرف الغين في أول الكلمة، وأما في وسط الكلمة سيتغير تغير بسيط بهذا الشكل،
سيمد يديه ويتغير شكله قليلاً، ولا ننسى كتابة النقطة. هذا هو حرف الغين في وسط الكلمة مثل ما ترون. إذن كيف نقرأ صغيراً؟ صغيراً لأن حرف الغين مكسور وهناك ياء ممدودة. غطس، غطس، حرف الغين جاء في أول الكلمة مفتوح، غطس، غطس. أحسنتم أيها الصغار. انظروا إلى حرف الغين هنا، جاء في وسط الكلمة فمد يديه للأحرف المجاورة له وتغير قليلا شكله، وصاحبته الضمة فسننطقه بهذا الشكل، يغو مع مد الواو، يغوص، يغوص. آخر الكلمات في هذا النص هي تغرب. شاهدوا حرف الغين في وسط الكلمة كيف كتب، وحرف الغين سننطقه مع السكون بهذا الشكل، تغرب. نقف، تغرب. أحسنتم. إلى حرف الغين المفتوح، غ، غ، غ. هكذا يكتب في أول الكلمة، هكذا في وسط الكلمة، وهكذا في آخر الكلمة متصل، وهكذا في آخر الكلمة منفصل. انظروا إلى حرف الغين في آخر الكلمة، بدل أن يمد يداً لأنه في آخر الكلمة لا يحتاج إلى حرف آخر، سيعود إلى جزئه الأساسي، ولكن سيختلف قليلاً شكله هنا. أحسنتم. نقرأ غ، انظروا الغين مفتوحة، غ، ط، س. كل الحروف نعرفها، غ، ط، س. غطس، غطس. غ، ل، بو، غ، ل، بو. غالب، غالب. نقرأ هذه الكلمة، بر، ك، تن، بر، ك، تن. هكذا نقرأ الحروف معا. ما رأيكم بهذه الصورة؟ ما هو هذا الطائر؟ إنه الغراب، إنه غراب، ويبدأ بحرف الغين كما ترون. نلون ونلاحظ وجود حرف الغين هنا. عند التلوين نلون الغراب بلون وحرف الغين بلون آخر لنميزه. أحسنتم أيها الصغار. نرى حرف الغين المضموم، هذه هي الضمة. كيف سننطق حرف الغين؟ غو، 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 بهذا الشكل. هذا شكل حرف الغين في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. هذه هي أشكال حرف الغين كما ذكرنا سابقاً. ماذا نفعل الآن؟ نقرأ ونتهجى الكلمات. غو-را-بو، غو. انظروا شكل الغين ونطقه مع الضمة، غو-را-بو، غراب، غراب. أحسنتم. يغوصو، يغوصو. هذا هو نطق حرف الغين مع الضم، يغوصو. الشمس، الشمس. انظروا إلى كلمة الشمس، فيها التعريف والذي يأتي في بداية الكلام، ال. نرى هل هذه الأل شمسية أم قمرية؟ ننطق ونرى، أش، اللام موجودة أمامنا، ولكن هل ذكرناها؟ الشمس، الشمس، لم نذكر اللام. إذن هذه لام شمسية، هذه لام شمسية. أحسنتم أيها الصغار.
نتعلم الآن كيف نكتب حرف الغين على السطر. هذا شكل الغين أول الكلمات أو أول الكلمة. هنا شكل الغين آخر الكلام أو وسط الكلام، عفواً وسط الكلام. وهذا شكل الغين آخر الكلام متصل، وهنا آخر الكلام منفصل. لأننا حفظنا حرف العين سنتعرف بدون شك على حرف الغين، وسيكون بالنسبة لنا سهلا. نكتبه بهذا الشكل، نقرأ هذه العبارة ثم نكتبها بخط جميل. أطلق، أطلق غالب الغراب في السماء. نحاول أن نكتب بنفس الخط الجميل، أطلق غالب الغراب في السماء، السماء. أريدكم أن تكتبوا هذه العبارة بخط جميل. نلاحظ هذه الصور التي أمامنا. هذا هو غار، كهف أو غار بحرف الغين. ماذا عن هذه الصورة؟ أحسنتم، هذا غراب. كيف سنكتبه؟ غراب. ماذا عن هذه الصورة المجاورة؟ إنها لحيوان لطيف وجميل. أحسنتم، هذا هو الغزال، غزال. غزال. أحسنتم، هكذا نتهجأ وننطق الحروف ثم نكتبها مباشرة ونوصلها ببعضها بعضا، لا نفرقها عن بعضها. في هذا الدرس أو في هذه الصفحة انظروا جيدا إلى حرف الغين، ولكن المكسور غي 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 غي. نقرأ غر با نو، غر با نو، غربان غربان. ص مفتوح، غي مكسور، رو مضموم، صغيرو 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 صغيرو. أحسنتم، انظروا إلى هذه الكلمة، ت تحوم، تحوم، تحوم. أنتم الآن تستطيعون القراءة لأنكم تحفظون كل الحروف. هذا هو حرف الغين الساكن، ساكن، سكون، حرف الغين الساكن. كيف ينطق؟ تغ. نقف عند الحرف، تغ، رو، بو. تغ ساكنة، رو مضمومة، بو مضمومة. تغرب، تغرب، تغرب. كيف سنقرأ هذه الكلمة إذن؟ س مفتوحة، ق مفتوحة، ط مفتوحة. سقط، سقط، سقط. أحسنتم، هنا سنبدأ بكتابة الجملة، ولكن قبل كتابتها علينا أن نرتبها جيداً. كلمات ليست مرتبة فأصبحت الجملة غير مفهومة. نقرأها أولاً، الغالية، الغالية. أحب أمي، أمي. الغالية أحب أمي. هل هذه الجملة مفهومة؟ ليست مفهومة، نحن علينا أن نرتبها ونكتبها مرتبة حتى يصبح لها معنى.
إذن كيف سنرتبها؟ أحسنتم. أحب أمي الغالية. أحب أمي الغالية. نكتبها بشكل مرتب وبخط جميل. أحب أمي الغالية. هل لاحظتم حرف الغين في وسط الكلمة كيف يكتب؟ أحسنتم. ماذا لو طلبت منكم أن تشكلوا هذه الجملة؟ كيف ستفعلون؟ أو حي بو، هنا شدة مضمومة. أو حي بو بو. أو ضمة مي أمي مي، أيضا شدة ولكن مكسورة. أمي. أحب أمي الغالية. حرف الياء مشدد مفتوح. الغالية. أحب أمي الغالية. نحاول أن نكتب بنفس هذه الطريقة في هذه الخانة بخط جميل وواضح. هذا هو آخر حرف من حروف اللغة العربية، ونحن ذكرنا أن للغة العربية 28 حرف. لها 28 حرف، كل حرف يتميز عن الآخر بشكل مختلف وبنطق مختلف تماما. علينا أن نحفظ هذه الحروف جيدا، هي ليست بالكثيرة جدا إنما قليلة، ونستطيع أن نتدرب عليها إن اجتهدنا أكثر وأكثر. إذن أريدكم أن تتعرفوا على الحروف جيداً وتقرأوا كثيراً لكي تستطيعوا أن تقرأوا تماماً مثل الكبار. تقرؤون كل شيء من حولكم، اللوحات في الشارع، الكلمات في الهاتف وفي التلفاز وفي كل مكان. فقط عليكم أن تجتهدوا طلابي الأعزاء. هذه هي الحروف أمامكم وأنتم بيدكم أن تقرأوا وتكتبوا بسرعة. سيتبقى لنا وحدة أخيرة في هذا المنهج، ستكون كلها فقط للقراءة. بعد أن تعرفتم على جميع هذه الحروف ننتقل إليها بعد أن أودعكم. إلى اللقاء.